بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. أنا بشار علي تراضية، الشاب ناجي جعفر. نحن متهمين بقضية خطف شخص تابع للقوات اللبنانية وللإخوة المسيحية، ونحن ما لنا علاقة بهذا الموضوع. نستنكره كليا وندين من فعل هذا العمل، ونحن تحت سقف القضاء، تحت سقف العشائر، إذا بيكون لنا علاقة 1%، نحن إذا بيثبت أي شيء ضدنا، نحن مسلمين نفسنا للعشائر وهن بيسلمونا للقضاء. ولكن بإثبات يجي ضدنا أو يكون في شيء بديننا، نحن ما لنا علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وما خصنا فيه نهائيا. وبنطالب الأجهزة الأمنية، طالما في قانون وفي دولة وما شاء الله، بنطالب الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات هذه الحادثة وإعلان أسماء المتورطين للعلن جميعا. يعني لازم كل الناس تعرف المتورطين بهذا الموضوع، مش يحطوا أسماءنا ونحن وبشار تراضي وناجي جعفر، وكل ما صارت قصة بيقولوا نحن خلصنا من هذا المجال نهائيا، خلصنا منه من زمان وسكرنا عليه. فلذلك بتمنى من الأجهزة الأمنية تكشف الملابسات تبع هاي الحادثة، وتعلن للجميع شو الموضوع وشو اللي صاير، وتكشف مصير الخاطف. والسلام عليكم ورحمة الله.